وفق هذه الاستراتيجية بقى أستاذ ياسر، إحنا رأينا إنه في كتاب الباقة لطلاب الصف الأول الابتدائي كنموذج، صفحة أحد الصفحات مصورة لدرس عن الكائنات الحية وأنها تتغذى وتتحرك وما إلى ذلك. فطريقة صياغة المعلومة فيها يعني إيه نفس طريقة، حتى البعض شبهها بطريقة شعبان عبد الرحيم، إنه يعني الكائنات الحية تتغذى 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 وتنمو 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 وتتكاثر وتتكاثر يعني هل هذه الطريقة بالنسبة لأبناء الصف الأول الابتدائي، هل أنا كده وهي أمامنا على الشاشة دلوقتي طبيعة العرض بهذا الشكل ده عرض منطقي يعني لطفل في 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 الصف الأول الابتدائي، هل إحنا كده بنتكلم على معايير تربوية صحيحة ولا مش صحيحة؟ هو الحقيقة هو يعني العبث في المناهج، أنا في قفزة، أنا عندي بالنسبة للتعليم الابتدائي زي ما تفضل الأستاذ علي وذكر، هو عايز دلوقتي التلميذ يحفظ المعلومة، خلاص هيحفظ المعلومة كيف يتفاعل معها بشكل جيد بالظبط. هو فعلا يعني تعبيرك تعبير أقرب إلى الصواب، كونه صيغ المناهج بهذا الشكل المبتذل وبحجة ثم يعني خطوة لتلحينها وإسقاطها بشكل يعني إيقاع موسيقي في النهاية، ويظن أن ده تسهيل في المناهج وتطوير وسرعة لاستيعاب المعلومة، لكن حقيقة بننسى أن بالفعل إذا كان في المرحلة السنية دي الأصل فيها الحفظ والتلقين بشكل جيد، لكن استخدام القيمة نفسها في الصياغة وبهذا الشكل المتكرر يقابله مسألة تأهيل المعلم لطريقة التدريس. يعني هنا ما نيجي نتكلم في التعليم الابتدائي، التعليم الابتدائي مع الكثافة العددية الضخمة مع الإشكاليات وتداخل الإشكاليات المتعددة في المناخ اللي الطالب من خلاله سيتلقى هذه المعلومة، ستصبح فعلا هذا أقرب إلى يعني إيه إلى سوية.